بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وقيض لهذا الدين دعاة ومجاهدين وشرفنا بالجهاد في بلاد الشام. وبعد، نعزي أنفسنا ونعزي المسلمين عامة والمجاهدين خاصة بفقد أسود الجهاد وحملة مشروع الأمة الذي بدأوه والذي سنكمله بعون الله تعالى، ونعاهد الله ثم نعاهد من مضى من شهدائنا أفرادا وأمراء أننا على الدرب سائرون، وحتى تحقيق الهدف والمبتغى ماضون. ونقسم بالله العظيم أن دماء إخواننا الذين سبقونا لن تضيع سدى، وسنمضي على بركة الله، فإما أن نصل إلى الهدف الذي ماتوا من أجله، وإما أن نموت على ما ماتوا عليه. ونوجه رسالة إلى أمرائنا وقادتنا أننا بعد الله عز وجل عونا لكم على أداء واجبكم تجاه مشروع الأمة، ونبشركم بأن لديكم رجالا إذا غضبوا زلزلوا الأرض تحت عروش الطواغيت. ونقول لقادتنا في الجبهة الإسلامية في حلب وأميرنا الشيخ عبد العزيز سلامة أبو جمعة: سيروا على بركة الله، فنحن معكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.